FM. الكلمة ليك. اخترتهم نوعين، معناها فما اللي اخترتهم بالفرجة وفما اللي اخترتهم خاطر نعرفهم زادة وخدمت معاهم كيما نيسا مثلا. أنيسة شريك في الفيلم ماهيش لا شريك في المشروع اي لا شريك في الكتيبة وفي الانتاج اما ثم مشاريع شريكة فيهم في الانتاج مش في المتمثل اما مش في الفيلم هذا فما دور لأنيسة اما ماهيش حاجة اوتوماتيك معناها مش ولا حتى ولا درية عاشور اللي هي بنتي معناها وبنتي ما قبلت الا ما قرات السيناريو وما فهمش شيء بالحق قرات وحكينا فيه وبش قبلت والممثلين الاخرين بالطبيعه فما فريال شماري مثلا ولا جوهر الباستي هذوما نعرفهم وخدمت معهم جوهر خدمنا في المسرح والسينما مع بعضنا لطيفه القفسي وعيسى حراث نعرفهم كممثلين معناها شكون ما يعرفهمش وممثله كبيره لطيفه ممثله اكسبسيونيل خارج الفيلم ممثله ممتازه لا ممثله مانيفيك دونك هذوما وسيتي معناها ان بو ان ديفي زاد بالنسبه لي انهم ناخذهم معروفين برشا ديما صعيب وقت تاخذ ممثلين معروفين وشفتهم في برشا خدم وتقول انا شنو هو كيفاش باش نقدمهم في تصويره اخرى في الخدمه هذه دونك سيتي لوكا مع لطيفه ومع عيسى وزاد مع محمد الداش اللي هو مثلا محمد الداش نعرفوه برشا في المسرح وفي الادوار الكوميديه نلقاو محمد الداش مختلف تلقاه كومبليتمون هنا دون ان رول دراماتيك تري سيريو ايتترا دونك انا واحد من الناس كي شفته معناها حتى في الادوار اللي يخدم فيها سي مسؤوليتنا زاده كمخرجين باش تقول تيان الممثل هذا عنده حاجه عنده قدره باش يخرج من الجبه اللي خاطر شنو الكيف زاده شنو الكيف باش تخدم ديما تحط ممثلين في نفس الادوار وواحد فوالا دونك وبالنسبه للاشرف بن يوسف اللي هو اكتشاف فوالا اكتشاف يعني البيرسوناج برانسيبال الثالث في الفيلم اشرف الاختيار صار بعد ما عملت دي ستاج لميت فيهم برشا صغار بنات واولاد داير خاطر فما دي تو بتي رول في الفيلم نتاع بنات صغار الكلمه ليك